Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? كيف حالكم اليوم؟ اليوم احنا مع الحلقة 15 من اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها. إذا متذكرين آخر مرة حكينا عن تصريف أفعال، حكينا عن دوزيام جروب اللي هو المجموعة الثانية. حكيت لكم إنه في مجموعة أفعال بنتهوا إي إر، فرد أحكي لكم عنهم، نعمل عنهم تمرين اليوم إن شاء الله. مجموعة أفعال بتنتهي بإي إر، هاي الأفعال هي تصريف له شكل معين. ناخذ منه فعل، اخذنا المره الماضيه فعل فينير، خلينا ناخذ فعل ثاني شوازير قبل ما نبدا التمرين عليكم. فعل شوازير، شوازير معناها يختار، شوازير معناها يختار، مع جو جو شوازي. اذا بتلاحظوا انه الاي ار صارت اي اس، الاي ار صارت اي اس، مع تو تصير تو، شوا زي نفس المبدا اي اس. ايل ال ان شوا زي، الار تصير تي، انتبه اي تي. نو شوا زي سون، لاحظوا لفظها كيف، شوا زي سون. عندنا هون عندي حرف الأس الأصلي من الفعل شوازير، حرف الأس الأصلي، ما إنه يجى بين حرفين علة بدون لفظ زد، شوازير بدون لفظ زد، شوازير. عندي حرفين أس اللي هم تعات التصريف مع نو للمجموعة الثانية، شفناهم المرة الماضية، دائما مع نو تصير دوبلو أس، حرفين أس أو أن أس. فلفظة تصير شوازي صن، الأولى زد والثانية أس، لأنه هون عندي حرفين أس. فدائما حكينا حتى لو بين حرفين علة زي ما أنتم شايفين، ما أنه عندي حرفين أس فالنهاية دائما بتلفظ أس، ما بتلفظ زد، بتلفظ زد إذا جت بين حرفين علة فقط أس واحدة، تصير هون نو شوازي صن، شوازي صن، نو شوازي صن. تمام، معبو شوازي سي، نفس المبدأ، الأولى بتتلفظ زد والثانية أس. إيل إل الجمع، شوا شوازيس، نفس الشيء. فلشو بصير عندي أنا بحالة المجموعة الثانية، بحالة تصريف أفعال المجموعة الثانية، حرد أعملكم شير مرة ثانية لهم أغلبهم. يعني في البداية مع جو ومع تو نفس التصريف، فقط الار الال الار بتصير اس، ها هي. مع ال ال ان الار بتصير تي، الار بتصير تي. نو فو ايلو ال الجمع فيها شوية صعوبة، اللي هي منضيف الدبليو اس، فبتصير مع نو شوازي سون، لهون شوازي، لحد هون اللي هو الفعل الأصلي. بدال الإغ طبعا بحالات كلهم مع جميع الضمائر الإغ بيلتغي، بدال الإغ هون بده يصير عندي دبليو اس زائد الاو ان اس اللي هي دائما بنلاحظها مقترنه مع نو في تصريف الافعال. مع فو نفس الشيء، بنضيف الدبليو اس بعدين او زد اللي هي دائما اغلب الاحيان مرتبطه مع فو، في بعض افعال شاذه لا، لكن في الاغلب او زد مع فو. واو ان تي اللي هي مع ايلو ال الجمع نفس المبدا، بنضيف الاو الدبليو اس قبلها. هاي هي تصريف المجموعه الثانيه. دائما بس شوف فعل الافعال حنشوفهم، هذول بسموا مجموعه ثانيه، لكن في شغله مهمه، مش كل فعل، في كثير بتخربطوا فيها بيخطئوا فيها، ليس كل فعل ينتهي ب اي ار هو فعل يصرف بهذه الطريقة. في أفعال كثيرة بتنتهي بإي إغ وهي أفعال مجموعة ثالثة اللي هي الشاذة. فقط مجموعة الأفعال أعطيكم إياها، ويمكن بعض أفعال ثانية قليلة الاستخدام هي فقط الأفعال التي تستخدم تصرف بهذه الطريقة، اللي هي تعتبر من المجموعة الثانية. يعني هو هي فعل شاذ، المجموعة الثانية هي مجموعة أفعال شاذة، لكن تم تجميع
مجموعة أفعال الشاذة تصرف نفس الطريقة أثناء شذوذها، فسموها مجموعة ثانية الهدوزيوم جروب أو السكند جروب. هذه هي، هعملكم شير سكرين عشان أفرجكم بعض منهم أو أغلبهم. زي ما أنتم شايفين هون عندنا الفعل الأول فينير شوازير، فينير تو فينيش ينهي، شوازير شفنا يختار، روجير روجير يحمر صير احمرار مثلا من الخجل أو كذا. ممكن تستخدم كمان للفواكه، إنها نضجت صارت حمرة مثلا حبة تفاح صارت أحمر. رومبلير يملأ، رومبلير يملأ حكيناها، سواء يملأ إشي مثلا قارورة ماء إشي زي هيك، أو يملأ مثلا فورم فورمولير، مثلا عندك فورم أبليكيشن فورم بدك تعبيه يعني تفل. ريوسير ينجح، ريوسير ينجح. أفرتير يحذر أو ينبه. غروسير يسمن. مغرير يضعف أو يخسر وزن. نغير يغذي تفيد. ريونير يجمع، ريونير يجمع. أبلودير اللي هو يصفق. غرير يشفي، غرير يشفي. غالانتير يبطئ. رياجير اللي هي ردة الفعل، يتصرف تيجي معنا أو يرد يعني بصير عم يتردد فعل رياكت يعني. غراندير اللي هو يكبر. هاي احنا شفناهم المرة الماضية، لكن حبيت أعيد لكم إياهم ونعمل عليهم تمرين لأنهم مهمات كثير. تصريفهم شوي في مع نو فو إيلو إل اللي هم تصريفات الجمع نقدر نسميهم، لأنه إذا بتلاحظوا هون، إذا بتلاحظوا أول أفعال هون أول ضمائر هي ضمائر مفردة. جو أنا، تو أنت أو أنتي، إيل هو، إل هي، هي مفردة. وهون الجمع، نو نحن، فو أنتم الجمع، إيل وإل أنتن هن هن أو هم. عندي هون سانجوليه المفرد، هون الجمع. فدائما الدوزيام جروب أو المجموعة الثانية تصريف الأفعال صعوبتها في الجزء الثاني اللي هو جزء الجمع. بس أشوف كومنت اللي هو نرد على الكومنت. أريد أبدأ من أول كيف. هلأ من ناحية البداية إحنا هاي إحنا ماشيين اليوم حلقة 15. في إذا بتدخلي على موقع كنار تي في سواء على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك أو يوتيوب بتلاقي مخزن كامل الحلقات، فابدأي في بلاي ليست كاملة موجودة، فابدأ من حلقة واحد تصل لحلقة 15 فتعرفي إيش اللي بنحكي عنه. أوكي، بونسوار ميسون وبونسوار دكتور جمال. نرجع نكمل للتمرين، تمرين على دوزيام جروب. بحاول أعطيكم أمثلة بكلمات جديدة عليكم عشان تتعلموها كمان. إيف إي موا، إيف اسم شخص، إيف إي موا، إيف وأنا يعني، موا اللي هو أنا بحالة المفعول به، نو البلو، بلو اللون الأبيض. في عندي فعل شوازير، إيف إي موا نحن يعني، اللي هي حكينا لك إياها نو. كيف تتصرف فعل شوازير؟ كيف نتصرف فعل شوازير؟ هيو نو شوازي سون، تصير نو شوازي سون، نو شوازي سون، لفظها شوازي سون. ألان الجملة الثانية، ألان اي موا نفس المبدأ، ألان اي موا شخص اسمه ألان وأنا، نو توجور لي جاتو، توجور دائما، لي جاتو اللي هي الجاتو الكيك يعني. فينير ينهي يعني انه انا وانا بننهي دائما حصتنا من الجاتو نقدر نحكي او من الكيكه. فينير معنو كمان شو تصير؟ في ني اللي هي فيني زي ما حكينا بنشيل الار، هلا معنو بدنا نحط الدبليو اس دائما بالجمع، نو دبليو اس بنحط الاو ان اس، تصير نو فينيسون، نو فينيسون. كنت انتبهوا بحاله شوازير مثلا او غيوسير الافعال فيها اس اصليه ما تنسوهاش،
تمام؟ يعني في كثير كانوا طلاب يخطئوا انه في حاله مثلا شوازيسون مثلا او شوازيسين اي واحد منهم، انا في عندي اس اصليه من الفعل مش فقط فعل شوازي غيوسير، اي فعل في حرف اس اصلي عندي اس اصليه، الاس الاصليه ما بدي انساها، ما بدي انساها. في ناس تروح تخربط مثلا تحط الاس هون، دائما الاس الاصليه بتحتفظ فيها، التغيير عندي بعد الاي الاخيره، يعني التغيير عندي بس في حرف الار، حرف الار اللي هو اخر حرف، هذا التغيير بيتم بنحذف وبتغير فقط، ما قبله دائما بدي احتفظ فيه. في ناس سون مثلا شوازي سون تكتبها كانت شوا سون مباشرة، تنسى الاي اس الاصلية تاعت الفعل، لانه معتمد انه دائما في عندي دبل اس بالاخير، لا بدنا ننتبه لها هاي. تمام، دائما ننتبه للفعل التغيير بتم عندي بحرف الاخير هو فقط الاغ مش غيره. الجملة الثالثة vous أنتم agrandir، الفعل agrandir قلنا يكبر، agrandir يكبر من grand، grand كبير، grand معناها كبير، agrandir يكبر. le rectangle اللي هو المثلث، يكبر المثلث مثلا، فبدنا نعمل ايش؟ agrandir، حطيت ايش؟ حذفت الاغ حاليا، الفاعل عندي فو فبدي اضيف الدبليو اس لانه جمع، وبضيف الاو زد اغرانديسي، تصير اغرانديسي. نمره 4 تا سور اي توا، اختك وانت. هلا تا سور واي توا اختك وانت بصيروا انتم، اللي هي فو بصيروا انتم فو. فاسيلمون، فاسيلمون بسهوله، ظرف هون ظرف بسهوله، فاسيل سهل، إذا بشيل الـ M O N T فاسيل بصير معناها سهل. روجير، روجير يحمر مثلا، بيحمر خجلا، نفس المبدأ عندي الفاعل فو بدي أحط روجي بدون الـ R، بعدين ما إنها جمع فو بحط لها W S، بعدين بدي أضيف الـ O Z بصير روجي سي، روجي سي، روجي سي، فاسيل مون بسهولة. هون صيغة سؤال، عندي الفعل شوازير يختار، فو سيت ميوزيك، عندي الفاعل فو يعني حتختار هذه الموسيقى، السؤال بصير هل ستختار هذه الموسيقى، الفاعل فو، احنا حكينا الفعل والفاعل بنقلبه في حالة طرح السؤال، نفس الشيء مع فو بدي احط شوازي، بدي اضيف الدبليو اس والاو زد تاعت الفو بصير شوازي سي فو سيت ميوزيك، طبعا تتكون بالبدايه ماجيسكول حرف كبير. نو لا بوتي دو، غومبلير يعبئ حكينا او يملئ، نو لا بوتي دو اللي هي بوتي القنينه، دو ماء، بوتي دو قنينه الماء، مع نو عندي غومبلير بدي احط غومبلي بدي احذف فقط الار وبدي اكمل مع نو بتصير دبليو اس او ان اس. حنعمل هذول مع انه صار تقريبا نفس المبدا، حنعملهم فقط اوغال عشان ناخذ شيء جديد كمان. اون اريفون حال وصولنا، نو نوتر ماما، نوتر ماما يعني امنا، افيرتير قلنا افيرتير بيجي معناها يحذر بتجي معناها ينبه، يعني مننبه أمنا أنه وصلنا، يعني نحطها خبر، فمنحكي نحط لها خبر، منحكي مع نو أفير تيسان، نوز أفير تيسان، نوز أفير تيسان في الليزان هون، يعني ننسى نوز أفير تيسان نوتر ماما. نو نمرو 8 رقم 8 نو نو عندنا فعل غيوسير، فعل غيوسير نقلب الكيبورد فرنسي فقط. تمام. نو نو ريو سي نكتبها بدون الاغ، بعدين بدنا نكمل مع نو تصير
double S on S. Nous réussissons pas à fermer la porte. يعني مش قادرين نغلق الباب. مش قادرين نسكر الباب. Fermer يغلق ولا بورت الباب والنفي أخذناه. Ne ou pas. النفي أخذناه قبل فترة. Cette semaine, هذا الأسبوع, vous à 13h. عندي فعل يعني vous finir ينهي 13h الساعة واحدة ظهرا. 1 PM. مع vous زي ما حكينا فيني مباشرة دائما. Vous بتتجي WS بعدين OZ. غسير اللي هو ينصح. En ce moment, في هذا الوقت خاصة مع الكوفيد ومع الشتاء. Nous trop. يعني بننصح كثير. بناخذ وزن كثير. Grossi. مع nous بنضيف WS لأنها جمع. وبننضيف ONS بتصير. En ce moment, في هذه اللحظة. Nous grossissons. Grossissons. هون الثنتين نفضناهم S. Grossissons. سي صن ما لبنا زد لأنه عندي دوبلو أس دوبلو أس. جو عندي فعل نغير. نغير يغذي تفيد يعني يغذي. لي لابا لابا اللي هم الأرانب رابيت افيك دو لير من عشب يعني من طعميهم عشب نغذي الأرانب عشب. عندي فعل نو غي مع جو شو بضيف بدل الأغ أس فقط. Ensemble, معان, nous, tous les dossiers. الفعل عندي, nous, مباشرة. Réunir, يجمع, حكينا. نجمع tous les dossiers. الدوسيه اللي هو الملف. الدوسيه الملف الورقي. الفولدر يعني الورقي. مش الإلكتروني, مش الداتا فايل. الملف الورقي. الداتا فايل بسموه fichier. Nous, تتصير, نحط réunir. نحط معنها نوم نحطها دبليو اس ونحط الاو ان اس. نو ريونيسون تو لي دوسيه. هلا فعل ريونير معناه يجمع لكن بتشوفوا كمان بمعنى يجتمع اذا كان قبليه في سو. اذا متذكرين اخذنا البرونومينال افعال منعكسه او افعال الشخصيه اللي بكون فعل والفاعل والمفعول به نفس الشخص. ففي حاله كانت سو ريونير معناته يجتمع يعني صار اجتماع يعني ميتينج تو ميت. اما ريونير لحالها بدون السو بدون ما تكون فعل شخصي أو منعكس بصير معناها يجمع. أليكول في المدرسة رقم 13. أليكول نو نفس المبدأ فعل ريوسير. نو ريوسي مع نو من دبليو اس او ان اس. نو ريوسيسون سكو نو فيزون ننجح بالأشياء اللي بنعملها. ريوسي سون. ريوسي سون هون نفس الفعل شفناه قبل شوية غوسير نفس الفعل عندي دوبلو اس فبالنهاية بحتفظ بها لفظها اس وليس زد. ريوسي سون. ريوسي سون نو ريوسي سون سكو نو فيزون يعني ننجح بالإشي اللي بنعمله. تون فخير اللي هو أخوك إتوا وأنت فو عند الفعل غوندير يكبر. تري فيت غابيدمو يعني بسرعة. تري فيت بسرعة. نحط غوندي زي ما حكينا منشيل الأغ. بعدين الفعل عندي فو زي ما احنا شايفين فبدنا نحط له معناته مع الفو بيكون عندي دوبلو اس وعندي الاو زد تاعت الفو. بصير غوندي سي. غوندي سي. تون فخير اي توا فو غوندي سي. تري فيت تكبر بسرعة. فو عندي فعل فينير يعني بدون ما اعرف معنى الكلمه عندي فعل فينير وعندي فو بدي احط فيني بدي احط دبليو اس لانها جمع فو بحط الاو زد بتصير فو فينيسي يعني انتم بتنهوا يو فينيشت مثلا فوتر ترافاي عملكم افون دو سورتير تنهوا العمل تاعكم قبل الخروج عاده بنهوا دائما عملهم قبل نهايه الدوام. 16 اللي هو 16 الاخيره نو عندنا شوازير نفس المبدأ شوازي عندي دبليو اس الاو ان اس مع نو. نو شوازيسون سوفون لي فخيت يعني عادة نختار الفخيت اللي هي الفرنش فرايز البطاطا المقلية.
يعني عادة بيختاروا بجنب وجبتهم الفخيت. هاي بالنسبة للأفعال المجموعة الثانية. إذا في أي سؤال بإمكانكم تطرحوه غير هيك بنكمل. هاي المجموعة الثانية. أفعال المجموعة الثانية. هذول أغلب الأفعال المستخدمة، وبكرر بعيد إنه مش كل فعل بنتهي بإير هو فعل من المجموعة الثانية. انتبهوا، مش كل فعل بنتهي بإير هو مجموعة ثانية. في أفعال تنتهي بإير وليست من المجموعة الثانية وشاذة، تعتبر المجموعة الثالثة الأخير الشاذ. لكن هو هذول هو شاذ مجموعة ثانية، هي شاذة لكن تم تجميع الأفعال المتشابهة في الشذوذ نقدر نحكي، وجمعناها وسميناها المجموعة الثانية اللي بتشمل عدد أفعال قليل، هذول أغلب المستخدمات. في كمان كذا فعل، وطبعا أي فعل منضيف له غ قبل، مثلا أي فعل من هذول المجموعة الثانية بغض النظر أي تصريف، يعني سواء كانت مجموعة أولى ثانية ثالثة بغض النظر، عندي فعل شو ما كان، مثلا حكينا فعل غوجير، غوجير اللي هو يحمر، من الصفة مرت معنا غوج اللي هو اللون الأحمر، غوج اللون الأحمر مرت معنا قبل، غوجير يحمر يصير لونه أحمر. إذا في حالة وضعت قبلها غو ثانية، غو غوجير اللي هي تعت التكرار، يصير الإشي مرة أخرى ثانية، يصير يعني يحمر مرة أخرى. فدائما هذا ما بتغير تصريف الفعل، عادي بضيف الغو قبلها وأكمل، ما في أدنى مشكلة. مثلا في عندي فعل فونير يأتي، فونير يأتي، بقدر أضيف قبليه غو فونير لو يأتي مرة أخرى يصير معناها يرجع، تمام؟ فأنا تصريف غو فونير تصريف فونير نفس الشيء، ما بتغير، لأن التغيير تم عندي بالبداية وليس بالنهاية. يعني أنا أضفت الغ والأصل بالفعل فونير يأتي، فأنا أضفت له الغ صار يأتي مرة أخرى، فصار معناها عندي to come back، يعني صار معناته يرجع، صار معناته عندي يرجع. زي فعل مثلا تغني، تغني معناها يلف، تغني to turn يعني يلف، سواء كان بالشارع لف أو فقط لف جسمه. إذا بحكي غ تغني صار معناها يرجع، كمان زي غو فينير يرجع، غو تغني صار معناها يرجع. فأنا هون غو فينير ده صرفها زي فينير، وغو تغني ده صرفها زي تغني اللي بتنتهي بأو إير معناته منطلقة، وفينير أخذناه قبل تصريفه. فدائما بكتب نفس المبدأ هون، أي إشي حطينا للغو قبل بدنا نعمل فينير مثلا ينهي، غو فينير ينهي مرة أخرى يعني، أو عيد إنهاء الشغلة مرة أخرى يعني، فبتصير نفس المبدأ نفس التصريف ما بتغير. الغو هون إضافة بمعنى مرة أخرى للتكرار، تمام؟ أوكي، نشوف إذا في أي كومنت أي سؤال. أوكي الوضع تمام. أوكي نبلش، خلينا أعطيكم الآن. أوكي البخوبيزيسيون اللي هم، هذا موضوع مهم جدا، حقسم لكم إياه حلقتين لأنه جدا مهم، اللي هي أحرف الجر. أحرف الجر هي أحد الأشياء فعلا الصعبة باللغة الفرنسية، لأنه عندك حرف جر يعني كيف مثلا قريب على الإنجليزي لكن أصعب شوي. عندنا أكثر حرف جر مشهور اللي هو حرف الجر آ، يعني ممكن يكون معناته تو بالإنجليزي مثلا تو، لكن هو له استخدامات كثيرة. أنا فصلت لكم إياه بالتفصيل، حيكون متعمقة جدا، بعرف حتكون صعبة شوي لكن حتساعدكم مستقبلا وتحتفظوا فيها ايش لإعادة التكرار. متى بستخدم أ حرف الجر أ متى بستخدمه؟ جد مهم جدا يعني ركزوا عليه. أول شيء بستخدمه مع الفيل، الفيل اللي هي المدن، أسماء المدن. يعني أنا ذهبت إلى مدينة بستخدم أ، صار معناها بالعربي إلى. مع الريجيون، الريجيون المقاطعات يعني بستخدم معها أ. مع الإيل اللي هي الآيلاند، الجزر بستخدم معها أه. ليش أنا بحكي لكم هيك؟ لأنه في الدول أحفي منها باخذ أه
زائد أداة التعريف بتصير أو، وفي منها باخذ أون، حناخذهم مستقبلا. فعشان هيك أنا بحكي لكم هون عن مدن، مقاطعات وجزر، باستثناء بعض المدن، مدينتين بالعالم اللي هو لوكير ولاميك، بنحط لهم أداة تعريف. زي ما حكيت لكم قبل، المدن لا تأخذ أداة تعريف نهائيا إلا في مدينتين اللي هم الشاذات. فأنا مع المدن بستخدم أ. أعطيكم أمثلة مع المدن، مع الريجيون المقاطعات، ومع الايلاندز اللي هم الجزر. لكن الدول احيانا، لان الدوله في عندها له، مثلا يوم بدي احكي كندا اللي بقولش كندا لحالها، بحكي له كندا يعني باداه التعريف. زي بعض دول مثلا بالعالم العربي، مثلا في بعض دول لا تاخذ اداه تعريف، مثلا نحكي مصر كندا لا تاخذ اداه تعريف. لكن في بعض دول مثلا نحكي، او مثلا السعودية تأخذ أداة تعريف، الأردن تأخذ أداة تعريف، وهكذا. لكن بالفرنسي الدول جميعها تأخذ أداة تعريف. فدائما أداة تعريف تكون مذكر، لا فرانس مؤنث. هنأخذهم بالتفصيل إن شاء الله، بس هي مجرد لمحة لأنه دخلنا بالموضوع. لا فرانس مؤنث، لو كندا مذكر، لي إتازوني اللي هي الولايات المتحدة، الولايات الأمريكية، the states، نحط لها لي جمع، لأن هي عندي ولايات جمع، فبستخدمها لي. هاي أساس أدوات تعريف بنستخدمهم مع الدول. فأنا في حالة عندي كندا بدي أحط لها الأ، إذا حالة المذكر فقط والجمع بحط لها الأ. لكن في عندنا حال نوع من أنواع، حنشوفه بعد نخلص التمرين اللي بخبوزيسيون، حنشوف كيف ندمجهم. بتندمج هاي بتصير، بتشوفوها بتصير او، وهاي بتصير او مع اكس. هون ما بنستخدمش، بنحط اون وبنحذف الله. حنشوفهم ان شاء الله هذول بالتفصيل، بس انا بدي لمحه معينه، لانه عشان هيك ما حطيت لكمش اياهم مع هون، لانه في عمليه دمج ولسه ما اخذناهاش. حناخذها اول ما ننتهي من البروبوزيسيون. فعندنا البروبوزيسيون ا اللي هو مع الفيل الريجيون. مثلا جولييت في ا كيبيك. جولييت اسم بنت، في تعيش وين؟ بكيبيك. هون مش كيبيك سيتي، هون كيبيك كمقاطعه، ريجيون كمقاطعه، بحكي لها مباشر. اي بار نيويورك، بتغادر لنيويورك. نيويورك اسم مدينه فبستخدم لها افيك سامير، مع امها. puis ils iront أو elles iront، الثنتين بروحوا، en vacances، بإجازة، à Cuba، على جزيرة كوبا بروحوا. فأنا لاحظت هون كيبك، الكيبك اسم ريجيون، مقاطعة الكيبك، نيويورك اسم مدينة، وكوبا اسم جزيرة، الثلاث حطيت لهم فبستخدم معهم في حالتي أنا بستخدم بدي أذهب إلى، في حالتي يعني هون معناها إلى. بستخدمها مع الأماكن لو بلو كومان، الأماكن الشائعة العامة، مثلا زي لو نحكي شو أماكن عامة، سينما، سوبر ماركت، كذا، هاي تسمى مدرسة، جامعة، هاي تسمى أماكن عامة، بستخدم معها بحكي les enfants vont à l'école، الأطفال بذهبوا للمدرسة. هون استخدمت أطفال بروحوا على المدرسة، استخدمت mon cousin m'amène au cinéma، باخذني على السينما. je fais des courses à l'épicerie، يعني كورس. هون يوم نعمل نستخدم مع فعل فير، نستخدم كورس معناها بيعمل شوبينج، بيشتري اغراضه، بيعمل بيشتري اغراضه. à l'épicerie اللي هي الجروسري ستور. tu dors à l'hôtel، بتنام في الاوتيل، بتنام في الاوتيل. هون استخدمت الاو سينما، هون اللي هي اصلها زائد لو، لكن دمجين مع بعض، حنشوفهم المره الجايه ان شاء الله. ففي هاي الحاله بستخدم اذا انا رحت على مكان عام زي اوتيل، سينما، جامعه، ايبسخي، محل بيع اشياء، ستور، مدرسه، بغض النظر وين، هاي الاماكن العام بستخدم لها الحالة الثالثة استخدام لابارتونونس اللي هو الانتماء.
بس يكون مربوط مع فعل. كون إلي عندي كي بار ان فيرب عن طريق فعل. كيف يعني؟ بحكي لك سو فيلو اي ا بيير. هذه الفيلو، الفيلو اللي هي الدراجة الهوائية البايسيكل، اي تا بيير يعني تنتمي الى بيير، بصير معناتها يعني بصير ملكية هون، بصير نطاق الملكية، فهي لبيير. فهون بستخدم استخدمت انه هاي الفيلو، هاي الدراجة الهوائية او البايسيكل هي لبيير. هون في عملية ملكية وانتماء، فبستخدم داميان اسم شخص، غصمبل اسامير بشبه امه. داميان بشبه امه. هون في عملية انتماء للوالدته من ناحية الشبه، فاستخدمت حرف الجر انا عارف انه شوي صعبين حرف الجر ودو، هم اكثر حرفين جر صعبات لان استخداماتهم متعددة، لكن حاولت اقسم لكم اياهم حسب طريقة الاستخدام. سو ليفغ هذا الكتاب، ابارتيان مين مالكه؟ اما سوغ هذا الكتاب يعني كتاب اختي، هذا كتاب لاختي. يعني انا عندي هون بالبداية مع المدن اجت معناها الى، انا رايح لاي مكان او بعيش بمكان، فكانت ترجمتها بالعربي الى او في، الى او في، يعني انا بعيش في كيبيك معناته هون في، ذاهب لنيويورك الى نيويورك. مع الاماكن العامه نفس المبدا، بذهبوا الى المدرسه او الى الستور جروسري ستور. حكينا الملكيه والانتماء، مثلا هذا البايسيكل لي، صارت معناها حرف الجر لي بالعربي، او تشبه امها، هون ما في حرف جر، او تتشابه مع امها ممكن نحكي. ف سوليف ابارتيان ا ما سور، ينتمي لي اختي هون، او اختي الملكيته. فانا هون عندي الا لها استخدامات زي ما حكيت لكم متعدده. احنا صرنا شايفين ثلاث استخدامات، نشوف الرابع قبل ما ننهي ونكملهم المره الجاي، بتكون شوي حفظته اقل ما في اول اربعة. لا ديستانس اي لا فيتيس، اللي هي المسافة والسرعة، نستخدم معها كيف؟ مثلا مون بيغو اي ا 200 متر دو شي موا، مكتبي بعيد 200 متر 200 متر عن بيتي، شي موا بيتي، شي موا بيتي بعيد اي ا 200 متر. هون بنحكي عن ديستانس، ديستانس اللي هي مسافة، فاستخدمنا سوغ لي زوتوغوت على الاوتوغوت اللي هو الهاي واي، توغوت هاي واي. لا فيتيس السرعة اي ليميتي محددة ا 100 محددة 100 سرعة 100 بالهاي واي. هون حكينا ليميتي محددة بي، محددة بي، فهون استخدمنا فهي بتحسوا انه بحل محل اغلب حرف الجر. مي شارل اسم شخص، غول 160 كيلومتر باغ، لكن شارل بسوق او بسوق سيارته بسرعه 160 كيلومتر في الساعه. هون انا استخدمت الفيتيس، فانا مع الفيتيس اللي هي السرعه، الفيتيس السرعه او الديستانس المسافه، بستخدم حرف الجر كما في الجمل شفناها، انه مون بيغو ايتا 200 متر، مكتبي يبعد 200 متر، فاستخدمت يعني موجود على بعد، موجود على بعد 200 متر من بيتي. او لافيتيس على الاوتوغوت الهاي واي، لافيتيس السرعه اي ليميتي محدده ب 100 كيلومتر باغ، محدده ب 100 كيلومتر في الساعه، محدده ب، هون حطينا ال ا. مي شارل غول بسوق بسرعه، نفس الشيء هون ب. فهون منوقف هون، منكملهم المرة الجاية إن شاء الله، ما راح أعقدكم فيهم كثير لكن هم صعبين، فعشان هيك بدهم شوية انتباه. منكملهم، أخذنا اليوم أربعة، منكملهم المرة الجاي، وبنأخذ كمان دو الثاني هو صعب شوي، بعدين أحرف العلة الثانية حنأخذهم بعديها، فحيكونوا يعني أحرف العلة حتأخذ منا بالراحة ثلاث محاضرات، لكن أحرف العلة مهمة جدا، حنستفيد من الكلمات الموجودة كمان اللي نأخذها دائما. حرف الجر زي ما حكيت لكم صعبات كثير، فبدهم تركيز لانه بنشوفهم وين ما نروح يعني فيش جمله باللغه الفرنسيه او فقره غير بتحتوي
أو ده. فهذول مهمات جدا بدنا نركز عليهم كثير. قسمت لكم إياهم بأسهل طريقة ممكنة، لكن بدهم مراجعة وإحنا حنرد نراجعهم مستقبلا كمان، بس نكملهم المحاضرة هاي والقادمة وبعدها نريد نرجع نراجعهم بالمستقبل، بس من خلال جمل جديد إن شاء الله. بخلص معكم اليوم هون، وبتمنى إن شاء الله بتمنى لكم سهرة سعيدة. بون سواغي، وما تنسوش كالعادة تعملوا لايك وشير للقناة وتدعموها، ونراكم على خير إن شاء الله في يوم الثلاثاء القادم. في أمان الله.